إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة صفا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق شاء اتخذ إلى ربي مآبا صدق الله العلي العظيم. شكرا للدكتور زكريا على سادتي الحضور ومع حفظ المقامات والألقاب، عندما أتحدث عن موضوع دور الإعلام في قضية طوفان الأقصى هنالك أبعاد كثيرة، لا سيما أن نتطرق إلى موضوع الدعاية الغربية المضللة التي لاحقت هذه البطولات الكبيرة التي حقيقة سطرها المجاهدون في غزة، وبدأوا من الاستراتيجية العسكرية المعروفة باستراتيجية البروباغاندا التابعة للاستراتيجية العسكرية الغربية، ويكذب كذب حتى يصدقوك، وبالتالي حقيقة عملوا على كثير من الإجراءات والمعطيات في ضوء إعلام مضلل غربي مدعوم بحقيقة إعلام صهيوني غربي ومدعوم من قبل حتى حقيقة للأسف ما يحسب على العرب من إذاعات ومن حقيقة برامج تلفزيونية عرضت لهذا الموضوع، وبالتالي حتى حقيقة أن نطمس الحقيقة الواضحة للعيان وهي الانتصار التاريخي، إذ لم ينتصر العرب انتصار حقيقي على مر التاريخ إلا في هذه المعركة التي باغت بها أبطالنا ومجاهدينا حقيقة في غزة، وحقيقة أنزلوا ضربات موجعة كبيرة جدا بالكيان المختصر طيلة فترة الصراع العربي الصهيوني. هذا يحسن ما باستثناء أيضاً حتى
حتى نستذكر بعض الحروب باسمة حرب ستة أيام أيضا كان فيها انتصار كبير لصالح العرب بل صالح حزب الله. وأعتقد أن هذا الموضوع حقيقة يأخذ مثالب كبيرة على الجانب الغربي اليهودي حقيقة الصهيوني باعتبار أن هذا الانتصار جاء على رغم وجود مخططات كبيرة لهذا الموضوع مخططات إيجابية لصالح المجاهدين وعلى منظر ومرأة من المخابرات والاستخبارات الغربية وما يسمى حقا بأمن القبة الحديدية وإسقاط هذه الشعارات وبالتالي حقا استطاعت المجاهدين عمل الشيء الكثير في هذا المجال. إذن حقيقة نترك المجال لأساتذتنا الأفاضل. نبدأ الكلمة الآن للأستاذ مؤيد اللامين نقيب الصحفيين العراقيين فليتفضل. مشكور. فيما يخص الإعلام في قضية في معركة غوفان الأقصى، يعني أنا شو أريد أتكلم صراحة بس بشكل جزئي، يعني أكو إعلام تفاصيل ما أريد أقدر أحكيها لأن الإعلام حتى لا تسرب ربما تكون فائدة للطرف الآخر. يعني أنا كنت في القاهرة يوم 7/10 يعني سأتذكر سبت، كانت المفروض أرجع الظهر وفعلا رجعنا الظهر، فشفت التفاصيل بالتلفزيون يعني صباحا الكل كانوا مبهورين وفرحين، يعني كنا فرحين لأنه لأول مرة تكسر شوكة الاحتلال بهذه الطريقة القوية. لكن في الإعلام الخطأ اللي ارتكب في بادئ الأمر، وربما حماس مو هي اللي أو إعلام حماس مو هو كان السبب، لأنه من دخلت حماس دخلوا لاحقا حركة جماعة الجهاد ودخلوا حتى مواطنين إلى غزة. الصور اللي ظهرت في البداية اللي الأمرأة اللي عمرها 84 سنة و 83 سنة والبنت اللي ملابسها جزء من عندها والأطفال كذا، هاي الصهيونية اشتغلت عليها بطريقة شيطانية. يعني قبل شوي الأستاذ نتحدث عن شركات الدعاية والعلاقات في أمريكا، الشركات العملاقة هي أصحابها صهاينة يهود، وهم اللي يسوقون الأشياء بالطريقة اللي يردوها. ناقشنا يعني قبل لا أرجع ناقشنا على هاي الصور في وقتها، قلنا هذه خطأ، هاي الصور طلعت راح تستغل بطريقة ثانية، صهاينة راح يشتغلون عليها. المهم رجعنا وبعدين سوينا اجتماع قارئ ورا أسبوع كنا نعاين على الإعلام الغربي ونشوف الإعلام الغربي، الإعلام الغربي 100% لصالح إسرائيل كامل 100%. اتفقنا أن نعمل مرصد لاتحاد الصحفيين العرب لمتابعة ومراقبة الإعلام الغربي، وأيضا نرسل بعض الأشياء اللي نستطيع، لا أقول نحن نتمكن عن الإعلام الغربي، هاي الماكينة الضخمة كبيرة اللي يقودها في أمريكا مردوخ بكل تفاصيل أموال الهائلة. أنشأنا مرصد في المغرب لأنه المغرب قريب على الدول الأوروبية، وأيضا المغاربة جميعا يتكلمون اللغة الفرنسية إضافة للغة الإنجليزية مع العربية. الدراسة اللي جبناها يعني بعد الأسبوع الأول، الغرب إعلامه والرأي العام تماما مع الكيان الصهيوني تماما. يعني البعض كان يعول على فرنسا على ألمانيا حتى على بعض الدول الإسكندنافية في قضية حقوق الإنسان ونصرة القضية الفلسطينية واللاجئين وغير ذلك. في وقتها كان الإعلام الغربي 100% مع الاحتلال بسبب صور، بسبب لقطات والإسرائيليين يشتغلوا عليها بطريقة ذكية جدا، وحتى أموال ربما دفعت الحكومة الإسرائيلية للشركات اليهودية الأصل هي شركات العلاقات والدعاية الموجودة في أمريكا وموجودة في الغرب. يعني بعض السياسيين تعرفون أنتم هم يستنجدون في بعض الأحيان بهذه الشركات حتى سوق لهم. فهاي الصور سوقتها إسرائيل بطريقة من خلال هاي الشركة بطريقة خطيرة جدا، بحيث من بدأ القصف، يعني هو بدأ اليوم الثالث بدأت عملية القصف الجوي يعني يوم 9 قبل الحرب البرية، كان الغرب يعني
يعني يشوف العرب ويشوف الفلسطينيين بشكل خاص أشبه بالوحوش الكاسرة. يعني الإعلام سلط الضوء على قضايا خطيرة جدا. هذا اللي أتكلم فيه يعني مو أنا اللي يعني عندنا فريق عمل كامل كان تواصل يعني مسوين اجتماع قارب بعدين للأمانة عامة. فكنا نستخلص النتائج يوميا يعني الإعلام الغربي نشوفه وحضراتكم أكيد يعني مطلعين على بعضكم وجميعكم مطلعين على ما يكتب وينشر وهو موجود في دول أوروبا وأمريكا. فشيطاً القضية الفلسطينية تماماً يعني نسيت القضية الفلسطينية اللي صار 75 سنة ناس مهجرين ناس مقتولين ناس تركوا طلعوهم من بيوتهم ناس قتلوا ناس أسروا ناس لا يعرف مصيرهم. هذا كلها اختزلوها الساعات الأولى اللي طلعت للأسف طلعنا صور بعض الشباب اللي دخلوا ويا حركة حماس يوم 7 وبعدين حركة الجهاد دخلوا لاحقاً. هاي الصور اللي وكان كنا نتمنى لو موجودين ما اعتقد هي الجماعة المنظمين من حماس اللي طلعوها. على كل حال هم كانوا منبهرين وفرحانين اللي حصل والانكسار اللي صار على الصهاينة. مع اختلاف الكبير بالإمكانيات بين الإعلام الغربي وكذلك بعض الماكينات الإعلامية الكبيرة والإعلام المقاوم، استطاعت الفصائل المقاومة باعتبار أنه موضوع الندوة يتعلق بالإعلام في معركة طوفان الأقصى، أعتقد أنه استطاعت فصائل المقاومة أن تثبت وأن تروي روايتها الحقيقية وأن تكون مؤثرة في العالم العربي والإسلامي. في نهاية المطاف أعتقد أنه المصداقية لها أثر كبير يعني والمهنية بنقل الحقائق قد تكون أبلغ بكثير مما يقال أو ما يتم الترويج له من خلال الروايات التي يتبناها أو التي تريد أن تتبناها بعض الجهات مثل الكيان الصهيوني أو جيش الاحتلال أو جهات سياسية أخرى لديها أهداف سياسية. شاهدنا أن الإعلام المقاوم كان إعلاما مهنيا وإعلاما يمتلك من القوة بمكان أنه اخترق إلى العمق وإلى الحقيقة ووجه يعني خاطر بحياته من أجل أن يوصل الحقيقة إلى المتلقي بخلاف بعض وسائل الإعلام التي هي كانت بعيدة وتنقل الحقائق مشوهة أو أنها تعثر على الحقيقة ولكنها لا تنقلها بشكل مهني أو بشكل موضوعي، وبعض وسائل الإعلام الأخرى لا يعني أصبحت يعني تعتم على هذه القضية بإشغال المواطنين بمواضيع أخرى، أضف إلى أن بلدان لم تتدخل وسائل إعلامها بهذا الشيء، ما يعني أن الإعلام هو رهين للجهة الداعمة وأن الوسائل الإعلام ممكن أن تكون أسلحة ذو حدود مختلفة وليس ذو حدين باعتبار أنها ممكن أن تقتل الشخص نفسه وممكن أنها توجه بسهامها إلى العدو وممكن أن تخذل الصديق وممكن لا، أنه هذه الوسائل ممكن أن تساند الصديق وتوجه يعني سهامها إلى العدو. بالمجمل أن وسائل الإعلام يجب أن تكون وسائل موضوعية ووسائل تحقق ليس رغبة الجهات الداعمة بل تنقل الحقيقة هي كما هي دون رتوش أو دون تعتيم أو دون أي مشوهات. حقيقة قضية الإعلام والأهمية الكبيرة تعطى للإعلام لأن الإعلام هو السلاح الذي له أثر في الساحة الموجودة، ساحة الميدان الجهاد وميدان المقابلة مع الظلم مع الاستكبار العالمي. المستشارية الثقافية حقيقة اتخذت على عاتقها حتى تبين كثير من الطاقات العراقية، لربما المنصات كثيرة تفتح إلى الإخوة العراقيين ونحن منها، والمستشارية الثقافية منصة لكل الإخوة العراقيين وبابهم ودارهم وبيتهم حتى يبينوا ما يريدونه إلى العالم. نحن نثق بالشاب العراقي بالإعلام العراقي بالمفكر العراقي، نحن نثق به ثقة كبيرة على أنه يوصل الجهاد يوصل البيان الحق. لذلك هذه المستشارية آلت على نفسها أن تكون بخدمة الإخوة والكوادر الإعلامية وغير الإعلامية. لدينا كثير من النشاطات المختلفة التي تهتم بقضية العصر قضية طوفان الأقصى، لدينا مسابقة تسمى بمسابقة قادة النصر لكن متضمنة إلى طوفان الأقصى، وكذلك من هذه الندوات متعددة، ولدينا جلسات علمية تتضمن قضية العصر وهي طوفان الأقصى. بحمد الله تبارك وتعالى
هذا الأمر لعلنا نكون بخدمة الإخوة الأعزاء وواحد من الذين يدعمون هذا الكادر المجاهد وهو كادر الإعلام. الإعلام هو الرصاص الأقوى حقيقة في هذه المعركة، في كل معركة، لكن في معركة طوفان الأقصى كان هناك متغير كبير. شاهدنا أن هناك قنوات حقيقة أعطت حتى شهداء، وبالتالي أنا أعتقد الإعلام أعطى صورة حقيقية واضحة عن مدى يعني انهيار الكيان الصهيوني النفسي وانهيار الجانب النفسي للجندي يعني الصهيوني. هذا من جانب. أيضا أعطى الإعلام خاصة قنوات المحور حقيقة بشكل واضح وكبير أنه أعطى صورة حقيقية عن جانب آخر، أنه بساطة المقاوم الفلسطيني. أيضا أعطى مقدار الدمار الذي يعني حل بقطاع غزة، وبالتالي أعتقد كان الإعلام دور واضح، جعل أنه الجمهور العربي والإسلام يتعاطف مع القضية الفلسطينية بعد أن كان الإعلام الغربي بما يمتلك من أدوات، بما يمتلك من يعني لوجستية، استطاع أن ينحرف بالفكر العربي والإسلامي عن القضية الأساسية القضية الفلسطينية. ولكن إعلام المقاومة، وأكرر إعلام محور المقاومة وبعض القنوات العربية الشريفة حقيقة استطاعت أن تعيد البوصلة إلى المواطن العربي والإسلام بأن القضية إليها قضية فلسطينية. فلذلك يعني أكرر وأقول أن الإعلام هو الرصاص الأقوى والأعلى في صوت المعركة. أبارك للشعب الفلسطيني ولغزة ولكل المقاومة انتصاراتها على إسرائيل. نعم أعطينا شهداء وخسائر في البنى التحتية، وتضررت في غزة أضرار كثيرة، وهكذا في العراق وفي كل العالم، لكن لابد من هذا الثمن أن ندفعه لجل الخلاص من الاستكبار الأمريكي. هذه الندوات مهمة من أجل توضيح دور الإعلام في هذه المعركة. معركتنا الأصلية هي ليس السلاح فقط، وإنما الإعلام والفكر والثقافة، هذا ما يقوله الإمام الخامنئي. الآن الكلمة للسيد معاون رئيس أركان هيئة الحج الشعبي الأخ المجاهد ياسر حسين العيساوي، فليتفضل. كل التقدير والاحترام لما قدمه أستاذ مؤيد اللامي، وما قدمه أستاذ العزيز، وكل ما يقدمه الكادر الإعلامي سواء كان في العراق أو خارج العراق. طبعا النظرة العامة على قضية فلسطين وقضية غزة أنه الإعلام الصديق، ناهيك عن الإعلام العدو، الإعلام الصديق الذي يوافق رؤية الأخوة الفلسطينيين وأحقهم الشرعي في الدفاع عن أرضهم، يركز دائما على القضية الإنسانية في الأحداث التي تدار الآن في فلسطين بين الكيان الغاصب والأخوة المقاومين، سواء كان في حماس أو الجهاد الإسلامي أو باقي الفصائل الفلسطينية. ولذلك الرسالة التي تصل إلى الغرب أو للعالم بشكل عام تكون رسالة غير مكتملة من جميع نواحيها. أولى عناصر التفوق الموجودة لدى الكتلة الغربية أو الدول الاستعمارية حيثما كانت هي أساساً طمس روح المقاومة لدى الشعوب المستعمرة. يعني عادة الدول التي تستعمر دول أخرى أو شعوب أخرى قبل البدء بالغزو العسكري والغزو السياسي تسبقها غزو فكري، ومن أولى هذه الغزو الفكري هي إيجاد روح معنوية محبطة لدى الشعوب وقناعات راسخة تكون لديهم بأننا شعوب مستضعفة وضعيفة غير قادرة على مقاومة هذه الدول الكبرى. وهذه نشأت منذ فترات طويلة، ليس في الحادثة الآن. الأحداث التي تدار في غزة ترتكز على ركيزتين أساسيتين في الانتصار فيها. الركيزة الأولى أنه أنا عذرا قد أكون أركز على القضية العسكرية من باب الاختصاص، أنه في مسارات الصراعات العسكرية على مدى العصور هنالك مقومات أساسية لعناصر النجاح في دائما في كل صراع عسكري. أخوة الأعزاء، العالم لا ينظر في أي صراع عسكري أيهما جانب الحق أم جانب الباطل،
وإنما سياسة الدول وسياسة الشعوب هو اتباع الأقوى، وهذا للأسف هو واقع الحال يعني في كل الصفوف. أنت القوي أنت صاحب الحق، ودائما كل عنصر قوي يجد له مطبلين وأصوات نشاز تؤيد هذا وإن كان باطلا، من طبيعة البشر يعني كل من يبحث عن مصالحه وكل من يبحث عن ما هو مفيد له. ولذلك في سلم الصراع العسكري المعروف يعني في مدى التاريخ أنه قبل الصراعات قبل الحرب العالمية الأولى والثانية كان كل مرتكز الصراعات العسكرية هو اعتمادا على العدة والعدد، يعني كلما كانت لك عدة كثيرة وأعداد كثيرة من المقاتلين فأنت منتصر، فكان كل التركيزات الممالك والسلاطين والحكام والإمبراطوريات وما إلى ذلك أنه تركيزها على العدة والعدد، إلى أن جاءت فترة الحرب العالمية الثانية تغيرت المنظومة العسكرية وأصبحت هي قضية عدة وعدد وإمكانيات التخطيط والتكتيك والأسلحة الحديثة، دخلت التكنولوجيا. تحضرني واحدة من المفردات أنه في الحرب العالمية الثانية الجيش البولندي كانت لديه قوات تسمى فرسان البولنديين، لما جاء الجيش النازي بالدبابات البانزر الفرسان البولنديين يواجهون الدبابات بالخيول، مما أدى إلى القضاء عليهم بشكل كامل. دخلت نظرية جديدة، نظرية التكنولوجيا المتطورة، واستمرت هذه النظرية والحروب الكلاسيكية بهذه القضية العدة والعدد والتكنولوجيا المتطورة، واستطاعت الدول الغربية أوروبا الغربية وبعض الدول في شرق آسيا من إخضاع كثير من الدول الأخرى المجاورة لها نتيجة التقدم بالتكنولوجيا العسكرية، إلى أن وحتى لدينا في العراق حتى الحرب الثمانينات التي كانت مع الجمهورية الإسلامية كان اعتماداً على العدة والعدد والتكنولوجيا العسكرية. في فترة الألفينات تغيرت الفكرة العسكرية، المنظومة العسكرية تغيرت، أن أصبح عناصر القوة والتفوق لا تعتمد على العدة والعدد والتكنولوجيا العسكرية، وإنما تعتمد على التكتيكات والحركات. والخطر الأساسي الذي يخاف الغرب منه هو أن تعرف الشعوب وتعرف القيادات الحكومة هذه النظرية، أنه أنت تكون لديك قوة عدد وعدة وتكنولوجيا متطورة تأتي مجاميع صغيرة لا تمتلك من العدد شيء للنزر اليسير ولا تمتلك من الإمكانيات إلا نزر يسير وكذلك من التكنولوجيا العسكرية، تستطيع بتكتيكات تسمى في علوم العسكرية حرب العصابات التغلب على جيوش نظامية كبيرة. وهذه الفترة فترة العشرين سنة الفائتة طرحت هذه النظرية، ولله الحمد طرحت بفضل القيادات المؤمنة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط بالذات من أتباع مذهب أهل البيت، وهذا جلي وواضح بكثير من التجارب. ونطرح على سبيل المثال، لا يوجد فد وجه مقارنة بين الإمكانيات العسكرية الأمريكية في العراق وإمكانية الأخوة المقاومين في العراق، أبداً لا يوجد مقارنة عسكرية لا بالعدد ولا بالعدة ولا بالتكنولوجيا ولا بالمكتب، لكنه حركة التكتيكات التي صارت في العراق أدت إلى تكبيد الأمريكان خسائر جسيمة، اضطروا الأمريكان على الانسحاب بقواعد معينة خوفاً من هذه الضربات. وإذا نجي الأحداث اللي صارت أيضاً في سوريا نفس الحدث صار، كذلك الأحداث الموجودة في لبنان بين الصراع مع حزب الله اللبناني والكيان الصهيوني الغاصب، لا يوجد وجه مقارنة بين قوة الكيان الصهيوني العسكرية واللوجستية والاقتصادية والتكنولوجية
مع ما موجود لدى حزب الله. الفرق أن هنالك فرق في التكتيكات. استطاع حزب الله إيقاع الهزائم الكبيرة والمؤلمة للكيان الصهيوني. وكذلك الأحداث التي جرت في اليمن، يعني عذراً عن الإطالة بس هي مراجعة بسيطة، لا يوجد وجه مقارنة ما بين ما يمتلكه الأخوة أنصار الله في اليمن مع التحالف العربي السعودي الغربي. هنالك فارق شاسع بين الإمكانيات، وهذا الأساس الذي يخشاه الغرب. تفضل أستاذ مؤيد وأستاذ فاضل قبل قليل أنه الدول العربية لم تقف بالواجب المطلوب منها بدعم القضية الفلسطينية، ونحن من باب حسن النية نحمل محمل على أنه الحكومات العربية والحكام العرب ليس شرطاً أن يكون جميعهم هم عملاء للكيان الصهيوني، أو أن يكون جميعهم لديهم ضغينة للأخوة الفلسطينيين، أو أنهم غير مبالين بهذه القضية. لربما البعض منهم نعم، لكنه يقيناً أنه كل الحكام العرب في قناعاتهم الشخصية بأنهم ليس لديهم إمكانية بمواجهة الكيان الصهيوني أو القوة الغربية، ولذلك من هذه القناعة يركن إلى التطبيع أو المداهنة أو الخضوع للقرارات الغربية. في القضية الفلسطينية على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي بالماضي ما قبل أحداث 7 أكتوبر، والمرحلة الحالية هي مرحلة الطوفان الأقصى، والمرحلة المستقبلية. في المرحلة السابقة كانت توجد هذه القناعات، يعني إذا رجعنا فترة كذا سنة، يعني أقل من 10 سنوات، الأخوة الفلسطينيين كانوا يقاومون بالحجارة، والجميع الحاضر الآن يقيناً يعني مطلع على هذه الأحداث ويتأكدون حادثة محمد الدرة وما محمد الدرة وانتفاضة الأقصى الأولى والثانية، أنه الأخوة الفلسطينيين كانوا يقاتلون الكيان الصهيوني بالحجارة، وهذا مركز الخطر الأساسي، أنه أصبح للأخوة الفلسطينيين قناعة راسخة بأنه بإمكانياتهم البسيطة من هذه الحجارة بإمكانهم أنه يرفض القرارات الدولية ولا يركن إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ويركن إلى الحكومات العربية، وإنما اعتمادا على نفسه وبدأ بالتغيير التكتيكات الحديثة الحرب الحديثة، وهذا ما كان يتخوف من عند الإسرائيليين بشكل كبير أكثر من تخوفهم من الصاروخ وغيره. وهذه القناعة التي وجدت لدى الإخوان الفلسطينيين تغيير الفكر أدت إلى وصولهم إلى هذه المرحلة من التطور العسكري، بحيث أصبحوا يهددون تل أبيب والمدن الفلسطينية الأخرى يافا وحيفا وعكا وما إلى ذلك، وأنتجت هذه في الحال الآن. الخطر الأساسي الذي يخاف منه الاستعمار والذي يجب على الإعلام وكل الإعلاميين والمهتمين بالجانب الإعلامي أكثر من اهتمامهم، يعني لا بأس الاهتمام بالجانب اللساني، أنه التركيز على عناصر القوة والضعف. تجربة طوفان الأقصى أثبتت باليقين بأنه هذا النظام العسكري الجديد، هذا الأسلوب التكتيكي الجديد الموجود اللي هي حرب العصابات مقابل الجيوش النظامية، أثبتت بالدقة بأنه لا إمكانية لأي جيش مهما تطور من إمكانياته التكنولوجية والعدة والعدد زين أنه يستطيع أن يتغلب على المجاميع الصغيرة إذا أرادت وأصبحت لديها إرادة. بسم الله الرحمن الرحيم. عقدت هذه الندوة من أجل الاطلاع وإعطاء الأهمية والدور الأساسي لوسائل الإعلام للحث على بناء بنية أساسية من الوعي لدى شباب اليوم عن واقع التقدم نحو المقاومة، ومن أجل أن يكون هنالك تحريرا للفكر، وأن يكون هنالك عرضا أساسيا لما يتعرض له أبناء فلسطين اليوم. لذلك مواكبة وسائل الإعلام لكل هذه المستجدات
الإنجازات عامل أساسي بل العامل الأول بالتقدم نحو المقاومة ومن أجل تحرير هذه الأرض التي عانت ما عانت على يد هؤلاء الصهاينة. فهؤلاء وضعوا لنا قواعد أساسية كانت مزيفة من خلال الإعلام، من خلال إظهار أن هنالك حقا للمرأة وحقا للطفل وحقا للشاب وغيرها، بل وضعوا أياما خاصة بحقوق المرأة وحقوق الطفل. فأين حقوق المرأة والطفل؟ واليوم نلاحظها أبان الإعلام وما يظهره اليوم الإعلام الإسلامي والإعلام العربي بأن هنالك حقوقا تنتهك، وأن هنالك ليس كما واضحا من خلال إعلامهم بأن هنالك أساسيات لهؤلاء بحقوقهم. اليوم دور الإعلام لابد أن يفعل أكثر وأكثر وينشط من خلال بناء مفهوم ووعي أساسي للأجيال المستقبل. شكرا لقناتكم الموقرة على هذه الاستضافة. بداية ونحن نتحدث عن دور الإعلام في عملية طوفان الأقصى وهذه الندوة المباركة التي تقيمها المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية، ما هو دليل على أنه الإعلام اليوم حاضر في كل الميادين؟ نتحدث عن الازدواجية التي تعامل بها بعض الإعلام المحلي وكذلك العربي في دعمها للقضية الفلسطينية بشكل عام وكذلك لعملية طوفان الأقصى. حقيقة مارس الإعلام باتجاهين، عندما نتحدث عن الاتجاهين نرى أن هنالك حقيقة كان دعم لمحور المقاومة وإعلام محور المقاومة لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس والجهاد الإسلامي، وهذه النتائج التي تحققت هي قد يعني برزت بشكل واضح من خلال التعاطف الكبير الدولي لشعوب العواصم الغربية. هنالك احتجاجات عارمة في بعض عواصم الدول الغربية كان لها نتائج بقلب كل الموازين حتى على الإعلام الغربي الذي يمتلك حقيقة الإمكانيات الكبيرة، لكن اليوم على الرغم من الإمكانيات المحدودة التي يمتلكها بعض الإعلام المحلي والعربي استطاع أن يقلب كل هذه الموازين. نحن نتحدث عن الإعلام الأصفر الذي حاول أن يصنع محتوى وأن يدس السم في العسل لكنه فشل بشكل كبير جدا. لا نتحدث عن جميع الإعلام العربي، لكن هنالك إعلام واضح حاول أن حقيقة يخلط الأوراق. نبارك حقيقة للإعلام المنتصر والذي كان سندا وداعما ولربما هو موازي لما قام به المقاومون اليوم في فلسطين. الحمد لله ونحن أيضا لازلنا وسنستمر إن شاء الله كإعلاميين بدعم المقاومة الفلسطينية إلى أن يتحقق النصر بتحرير فلسطين كاملة إن شاء الله. دائما الغرب هناك لديهم تنظيم خاص فيما يخص مرحلة أي حركة عسكرية تسبقها، بهالمجال هذا دور إعلامي واضح ومركز ودائما سباق في نقل غير الحقيقة على أرض الواقع اللي هو يمهد لانتصارات وهمية إعلامية. فدائما الإعلام العربي أو الإسلامي بصورة عامة وخصوصا ما حدث في يعني معركة طوفان الأقصى العظيمة أنه يأتي متأخرا لكن يظهر بعض الحقائق وبعض النتائج على أرض الواقع لكن بصورة متأخرة. بالتالي هناك دعوات إلى تنظيم الإعلام في دعم المعركة المصيرية الأزلية اللي هي معركة الأقصى ومعركة تحرير فلسطين التي هي شعار كل الدول الإسلامية المتصدية لهذا الموضوع، وليس الدول التي خضعت ابتداء إلى الاستعمار الغربي وهي وريثة الاستعمار ونشأت أنشأها الاستعمار في قلب الوطن العربي. بالتالي الإعلام إلى دور لكن كان متأخر وكان بنسب متفاوتة بالرغم من الإمكانات، لكن هناك يعني طفرات جدا جيدة في الآونة الأخيرة فيما يخص دور الإعلام في قضية نصرة الأقصى. الإعلام المحلي هو أهم بكثير من الإعلام الدولي، والفقرة اللي احنا هسه نتحدث عنها واللي ممكن نشخصها أن استطاع الإعلام المحلي أن يركب على ظهر الإعلام الغربي وينتقل معه إلى كل دول العالم، وهذه كانت أخطر مرحلة أنه استطاع أن يجعل الإعلام الغربي مضيف إليه، واستطاع أن بهذه الإضافة أن ينتشر بشكل واسع جدا، فمن خلال الكلمات الحقيقية والنقل المباشر والتغطية الصحيحة والوقوف على الأحداث أول بأول استطاع أن يسحب إليه الإعلام الأوروبي والغربي بماكنته العملاقة، لأنه لم يجد من يغطي هذه الأحداث ومن يتكلم عنها غير الإعلام المحلي.
ولذلك فكان دور الأمن المحلي دور مهم جدا ولا يمكن التهاون به، بالعكس بل أثبتت قنواتنا الإعلامية أنه هي قادرة على تغطية الحدث وقادرة على ترجمة الأمور، بالإضافة إلى أنها وضعت كثير من النقاط ممكن أن تدرس في المستقبل خلال عملها الحالي. حقيقة اليوم الإعلام المقاوم رغم بساطة إمكانياته لكن حقيقة لديه قدرة وإرادة في كشف هذه الحقائق، وهذا مهم جدا. الإعلام الغربي لا يفتقر إلى الأدوات لكنه يفتقر إلى الإرادة في كشف هذه الحقائق، وهو في أحيان كثيرة في أغلب الأوقات هو قاصد أن يغض الطرف ويغض البصر عن نقل الحقائق إلى الرأي العام العالمي وإلى الشعوب الأوروبية لكي لا يكشف جرائم الكيان الصهيوني الغاصب. اليوم هنالك جرائم كبيرة هي تدرج تحت بند حقوق جرائم انتهاك واضح لحقوق الإنسان لكن الإعلام الغربي لا يريد أن يسلط الضوء على هكذا جرائم، وبالتالي ينقل لشعوبه حقائق مغلوطة وغير صحيحة وغير حقيقية. لذلك اليوم دور كبير لإعلام المقاومة، عليه مسؤولية كبيرة في كشف هذه الحقائق، كشف زيف الإعلام الغربي وكشف أيضا سياسات الدول الأوروبية التي تدعي بحقوق الإنسان وكذلك الديمقراطية. السادة في المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية التي وفرت لنا مثل هذه الفرصة للحديث عن حدث مهم وخطير في تاريخ الأمة ومنعطف مهم في تاريخ الأمة، كما أشكر جميع الحضور بكل عناوينهم وأسمائهم. دعين المولى أن يحفظهم جميعا. عنوان لا نريد أن نخرج عن عنوان الندوة، وهو أيضا من عملنا وثقافتنا العامة. عندما نقسم الإعلام سوف نتخذه من اللحظة التي بدأت بها المعركة. كيف تعامل الإعلام الغربي ثم العربي الإسلامي وكذلك بقية العناوين الأخرى؟ حقيقة مع انطلاق المعركة الكل يعرف أن مساحة وقوة وفاعلية حماس ربما يتركز في بعدها العسكري، فهي لا تمتلك ماكنة إعلامية كي تستعد بالقدر الذي أعدت به المعركة أن تكون قد أعدت نفسها للمعركة الإعلامية، يعني هي خططت في البعد العسكري وليس لديها أدوات في التخطيط للبعد الإعلامي، معتمدة بذلك على كل الجهات الساندة لها. فدعونا نقسم هذا الإعلام كيف تعامل مع هذا الملف الخطير. أولاً الدول المناصرة للقضية الفلسطينية حكومة وليس فقط كشعباً واكبت المعركة وبكل حماس. على سبيل المثال الجمهورية الإسلامية، العراق، سوريا، لبنان ودول أخرى. هنالك دول حكوماتها وخاصة الدول المطبعة كانت قلقة في التعاطي مع هذا، لكن لقوة وفاعلية وصدمة الحدث اضطرت أن تتعامل بشيء من على الأقل المهنية في ذلك. الإعلام العربي، دعوني أقف عنده قليلا، لم يكن بذلك بتلك الفاعلية. السبب أننا أصلاً نعاني من ضعف وهوان الإعلام العربي قبل معركة طوفان الأقصى، وكانت لدينا دراسات كثيرة في هذا المجال. والسبب طبعاً واحدة من هذه الأسباب هو طبيعة النظم الحكومية في بلداننا، وواحدة من الانتكاسات العربية هو انتكاسة الربيع العربي، فقد أحدث لنا فوضى في المساحة العربية جميعها ولم يجعل لها هوية. يعني الآن عندما
تدور من الدول العربية من دولة إلى دولة تجد أن معظم هذه الدول فقدت هويتها. السبب لأن الربيع العربي قد أحدث صدمة قوية وجعل كثير من الدول تفقد فاعليتها وإمكانياتها، ولذلك الإعلام ضعف مع ضعف إمكانيات الأمة. الدول التي بقيت لم يعصف بها الربيع العربي، على سبيل المثال الدول المطبعة، دول الخليج، هذه الدول كالعادة أنها لم تتفاعل كثيراً. على سبيل المثال أن المغرب العربي دولة مطبعة، لكن هل استطاعت هذه الدولة لأنها مطبعة أن تتفاعل مع القضية الفلسطينية كما تتفاعل دولة أخرى أن حكومتها فاعلة وقوية وداعمة إلى القضية الفلسطينية؟ طبعاً. لكني دعوني أقف وقفة بسيطة عند الإعلام المصري، باعتبار أننا نعتقد أن مصر دولة قوية وفاعلة، واحدة من الدول العربية المتقدمة في المجال الإعلامي. للأسف الشديد كان الإعلام المصري هو الأضعف لسببين رئيسيين. السبب الأول هو أن حكومته يقودها شخص، وربما ثلاثة أسباب، يقودها شخص هو غير متفاعل مع القضية الفلسطينية أولاً، وثانياً هو في خصومة مع أخوان المسلمين في الداخل المصري، وهم يعتقدون أن حماس محسوبة على الأخوان المسلمين، ولذلك تجد أنه لم يتفاعل معها كثيراً. الشيء الآخر أن الشعب المصري يمر بظرف اقتصادي صعب، بلد مطلوب 165 مليار. الآن عندما تزورون إن شاء الله مصر، وأعتقد الأستاذ مؤيد اللامي كان هناك، بلد يعيش فاقة مفرطة وشبه مجاعة، 60% من شعبه هو يعني دون مستوى الفقر. فهذا اللي يعيش بالعشوائيات 10 ملايين مواطن عايشين، 5 منهم بنص المقبرة، ما كلش يتفاعل مع القضايا الأخرى المهمة لقضايا الأمة وهو مشغل بيومياته. إذن بشكل عام هذا مساحة الأمة، واللي صفرناها بلدان حكومات بالخذلان والكلا ولماذا لم ينتصروا. وقد كل الإعلام المصري مهيمن فقط عند بوابة معبر رفح فقط، وكأنما الدنيا كلها والمعركة تدور في هذا المعبر، ومعظم الشاحنات عليها صور السيسي وهي داخلة إلى غزة، وأشبه بالإعلام إلى لأنه يروج لنفسه بالانتخابات اللي قد تؤتم. نحن نعلم أن الإعلام هو الوسيلة الحقيقية والوسيلة الواضحة لإيصال الفكرة وإيصال القضية وإيصال مظلومية الشعب الفلسطيني، لأنه لولا الإعلام لما كان هناك معرفة بالقضية الفلسطينية بصورة عامة. وتجد أن بعض الشعوب في العالم خرجت لمظاهرات من أجل نصرة القضية الفلسطينية بسبب الإعلام. لذلك نجد أن الإعلام في هذه الفترة أثبت وجوده، ولكن ليس بالقضية بالشيء الكامل، وإنما بالجزئية، وهذه الجزئية من الممكن أن تتطور وتصبح يعني مستقبلا أكبر مما هي عليه الآن. وهذا يعتمد على الدفع الحقيقي من قبل الشعوب العربية، من قبل الشعوب الإسلامية، وأيضا من قبل الحكومات التي تناصر القضية الفلسطينية في إيجاد يعني فرصة كبيرة لأن تكون يكون الإعلام هو الحافز وهو الدافع لنصرة الشعب الفلسطيني وإيصال الفكرة الحقيقية عما تقوم به الصهيونية العالمية في القضاء على القضية الفلسطينية والتعتيم عليها لمدة 75 عام. لم تعلم الشعوب العالم أن القضية الفلسطينية أن إسرائيل هي المعتدية، ولكن في هذه الفترة من خلال الإعلام والإعلام يعني المعاكس أثبت أن مظلومية الشعب الفلسطيني هي التي يجب أن تكون واضحة وتكون هي المنتصرة وتكون المقاومة هي صاحبة الحق، وهذا ما أثبتته الأيام السابقة، وإن شاء الله القادم أفضل. حقيقة اليوم حضرنا في المستشارية الثقافية الإيرانية الإسلامية موضوع جدا مهم بقضية الإعلام ودورها تجاه فلسطين وبالذات طوفان الأقصى. حقيقة تحضرني آية
وهي فيها مصاديق من مصاديق الإعلام، عندما يقول جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. من مصادق هذه القوة الإعلام. أصبح الإعلام مهم جدا في قضية الحرب الناعمة، الحرب الباردة، واليوم نجد شبكة التواصل الاجتماعي يعتمد بالذات على الإعلام. فالإعلام كما قال، يحضرني قول الإمام خامنئي دام ظله عندما قال: من الآليات المؤثرة وشديدة التأثير على الواقع الاجتماعي الإعلام في عصرنا الحاضر. نعم، أصبح الإعلام مهم جدا، ونجد اليوم الدول الأوروبية الإكنو صهيونية المتمثلة بأمريكا ومن يتبعها تعتمد على الإعلام المزيف، الإعلام الباطل، لزعزعة الثقة ما بين المسلمين، وزعزعة الثقة ما بين الفلسطينيين، وزعزعة الثقة ما بين المقاومين اللي يقاومون ضد الصهاينة لمناصرة فلسطين ومناصرة بالذات اليوم غزة. نعم، الإعلام مهم جدا ويؤكد عليها كل العالم اليوم، بالذات يحتاج إلى أن كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا يراد من الكادر الإعلامي المتمثل بالإعلام الصحيح، الإعلام الحقيقي، الإعلام الذي يحمل صفة الصدق، يراد أن تتحد هذه كل القنوات اتجاه ضربة واحدة ضد الصهاينة لما يفعلون باليوم. نراهم كما فبركت الإعلام ضد غزة وضد شعبها وضد مقاوميها، واعتبروهم إرهاب من خلال هذا الإعلام الباطل، الإعلام المضاد للحقيقة. نعم، نحتاج إلى كادر مهم جدا ليكون السيف أو القوة القارعة ضد الإعلام الصهيوني المتمثل بأمريكا ومن تبعها في هذا الإعلام. نعم، نحتاج إلى إعلاميين لهم وقفة قوية، وقفة جادة، وقفة صادقة يومية وكل ساعة وكل ظرف تمر بها غزة اليوم. طبعا لا يخفى عليكم أن الإعلام هو يسمى بالتعبير العام نصف المعركة، سواء كان معركة ميدانية أو أخلاقية أو ما شابهها. بالتالي الإعلام إما أن يصدر من مساحة ضيقة وإما أن يصدر من مساحة حرة كبيرة، وهذا ما تتبناه تلك القنوات، ومنها قناتكم الموقرة والقنوات الحرة التي تمتلك إرادة وتمتلك مصداقية. اليوم حقيقة في هذا المؤتمر سلطنا الأضواء على هذه المعاني الجميلة وهذه المواقف، مما لا شك أن الإعلام لابد أن يكون حاضرا في كل ميدان وفي كل معسكر، كما أن فلسطين وتحديدا غزة ما تتعرض له من هذه الهجمات الصهيونية والأمريكية والغربية لابد أن يقابلها إعلام يرفع هذه المظلومية عن هذا الشعب، ويبين للشعوب العالم وللأمة الغربية أيضا ما يجري في فلسطين هو جرم وانتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك لكل الديانات السماوية. من هنا نفهم على أن الإعلام اليوم هو الإعلام الذي لابد أن يكون حرا طليقا غير مقيدا وغير مسيسا، وهذا ما أكدنا اليوم في هذا المؤتمر على هذه النقاط، وأنتم كنتم أيضا حاضرين بهذا المؤتمر وإعلامكم إن شاء الله من هذا الإعلام. وكما أنا أوصي يعني كثير من المؤسسات الإعلامية وإداراتها حقيقة أن يكونوا على كل لحظة وكل ميدان وكل يعني معسكر هم حاضرون لنقل هذه المظلومية ولنقل الوقائع بكل شفافية وبكل مصداقية.